الأساطير تقول أن في الربيع والخريف كان هناك نجار يدعى لوبان، كان يختبر مهارات ابنه الصناعية. ابتكر لعبة تستخدم 6 أشكال من الخشب مثقبة بالداخل، يمكن تجميعها بدون قوة. كانت تعتبر من أصعب اختبارات الذكاء في ذلك الوقت. سوف نقوم الآن بتجربة كرة لوبان، هذه لنفكها. أولاً نحتاج للعثور على القطعة التي بها فتحة، ثم نرفعها ونضعها جانباً، ثم نأخذ القطعتين الأخريتين المجاورتين، ثم نأخذ القطعتين الثالثة والرابعة بعد أن نحصل على 4 قطع. بعد فكها لنحاول أن نعيد تركيبها. نبدأ بالعثور على القطعة الخشبية التي بها ربطة الوسط، ثم نضع القطعة التي تحتوي على الفتحة. عندما نثبتها يجب أن تكون القطعة الخشبية واقفة، والفتحة يجب أن تكون خارجاً، ثم نثبت القطعة الثالثة، ثم نركب القطعة الرابعة، وأخيراً نضع القطعتين 5 والـ 6 في وسط الكرة على الجانبين، ونحتفظ بالقطعة الأخيرة التي فيها فتحة، وهكذا نكون أكملنا العملية بأكملها. كل ما عليك الآن هو رفع هذه القطعة الأخيرة، وبذلك يكون اكتمل اللغز. هل تعتقد أن ابنك يستطيع حلها؟